هو الحقيقة أنا في البداية يعني أول هو ما قدم لي الوسط الفني ما كان في عنده ألحان جاهزة عشان يعطيني منها. نعم. فقدم لي الأستاذ فوزي محسون اللي أعطاني أول لحن. طبعا أنا كنت يعني مع احترام الأستاذ فوزي محسون طبعا من كبار الفنانين وإلى آخره. بس في شيء في نفسي إن أنا أبغى لحن من طلال. فطبعا ما كان في وقت انه يعطينا، طبعا هو كان سفره كثير علشان الحفلات اللي يقدمها هنا وهنا وهنا، وانا برضو ارتبطت وصارت سفراتي كثيره الى ان التقينا في 84. قلت له لا خلاص يعني الحكايه زادت عن حدها. فقال لي انا عامل لحن، اسمعي يعني انا عامل شيء جديد، يعني ايقاع جديد. هو نفس الايقاع الدوسري او الايقاع الخبيتي، بس قال لي يعني انا لاول مره اعمل الشيء هذا فاسمعي. هو دوسري ولا زار؟ يعني هو زار، هو الزار زار يعني هو شبيه بالدوسري، الزار هو. نعم. ف يعني هو دوسري دوسري، بس هو الدوسري زار الدوسري. مو بالزار اللي الحاله. نعم. الثاني. المهم سمعني اللحن وعملنا الاغنيه وسجلناها الحمد لله. تذكرين الأغنية؟ يا سعودي يا سعودي؟ نعم. وهل يخفى القمر؟ هذه اسمها يا سعودي، يعني ما يمكن أنساها. ممكن مقطع بس كذا؟ أوكي. سعودي يا سعودي، سعودي يا سعودي، وينصرك ربي، رب السما العالي. يا سعودي يا سعودي، اي والله يا سعودي، وينصرك ربي، رب السما العالي.